زيارتي في مصنع فيات يعني كانت زيارة مفيدة كذلك، خلتني نطلع على مستوى الإنتاج في هذا المصنع اللي هو يعني اليوم تكتف بصفة يعني اللي نقدر نقدرها بإنتاج حوالي 70%. الأصناف اللي راهي حاليا تخرج من المصنع هذا وراكم شفتوا فيات 500 حوالي 4 سيارات في الساعة، ولا فيات دوبلو اللي هي مطلوبة كثير في السوق حاليا 12-13 سيارة في الساعة. هذه تخلينا إن شاء الله رايح نصل للهدف تاعنا اللي سطرناه معاهم اللي هو 24 ألف سيارة من هنا آخر سنة، وتكون برنامج سنة 2025 تكون حوالي 90 ألف سيارة لتضع في السوق الوطني. يعني قيل وقال على هذا المصنع، والحمد لله اليوم المصنع راكم شفتوه يعني دخل في الإنتاج ويوظف حوالي 1500 شاب وشابات وراكم شفتوهم مفخرة لصناعة السيارات في الجزائر. وقعت اتفاقيات داخلة في برنامج إلزام المصنعين باش يكون فيه رفعة في نسبة الإدماج بكل ما هو قطاع غيار محلي، وراكم شفتوا يعني فيه 4 مقاولين اللي مضاو اتفاقيات مع فيات، وإن شاء الله مازال فيه بعض المقاولين اللي راهم حاليا في دراسة مع فيات باش ياخذوا بعين الاعتبار منتوجاتهم، بالأخص في كل ما هو باربريز إيفيتر.